انت شو حكايتها؟ بين عليك مقهور كثير. انا مثلك استاذ بس مو بالجامعة، اعدادي وثانوي، بس مو هذا اللي قصده. لك شو؟ لا عفوا، مو مثلك حاشاك، بس انا حمار عن جد. بهاي قصدت؟ مو معقول انت يا رجل. رجعت تغطي يا ابني. الو، اهلين بابا، عم تسمعني؟ ايه بابا، وين انت؟ شغلت لك بالك معي؟ بابا مو مشكلة، بس انت فيك شي؟ صاير معك شي؟ لا ما في شي. بابا شلون مو شي؟ بابا مشان الله حاجة ترعبني أكثر من هيك. لا حبيبي ما في شي. يعني ما انك راجع اليوم على البيت؟ بابا بتقول لأمك إنه ورقة طلاقها بتصلها بأقرب وقت. بابا شو صاير؟ ليش عم تحكي هيك؟ شو صاير؟ إلها هي طالب. شو طمنيني، نزلت حرارتها؟ ماشي الحال، على الابره بلشت تنزل. انا اسفه عزتك معي. لك لا شو الحكي هذا، هي يلا فادي خلينا نمشي، انا كثير نعست. بدي اطمن على لولو بالاول. ده احسن. ميرسي كثير خالو، عزبتك. ميرسي كثير خالو، عزبتك. حدا بيحكي هيك مع خالو؟ ولك انت حبيبتي وروح قلبي، بتعرفي ولا ما بتعرفي؟ ايه بعرف، وانا بحبك كتير. يلا فادي، هلا بتاخدي الدواء مشان الصبح تصيري احسن. اوكي، ونامي منيحه وتغطي. لك فادي يلا خلصنا، والله تعبان. فهمنا، جبلك هي الاسد. يلا خليكم تعشوا معنا. مالك شايفتي اياه؟ شو لو؟ نعساني بدي نام. على راحتك، يلا تصبحوا على خير. الله عليك، تصبحوا على خير. مع السلامة يا ابني، الله معك. لا حبيبي، مشان ناخذ دوائين. طيب ما هو مو بحب هذا الدواء، مو طيب. ما انا بعرف انه مو طيب، بس لازم تاخذيه مشان طيبي توفي. بعت لي حمى، يا ريت انا ولا تاخذي بعده ما يمشي الحال. طيب ما حكي شو ما لقيته؟ لا بس طمنت عليه. ما رح يرجع. شلون؟ الليلة ما رح يرجع. طبعاً ما عنده مرة وابن يخبرهم، بعدين بحياته ما طول بالسهر برات البيت، بقى هلأ فرد مرة قرر ينام برا. وين هو؟ ما بعرف وين، بس قال لي الليلة ما نراجع. يعني مو صاير معه شي؟ لا مو صاير معه شي. برافو، مو صاير معه شي، برافو. يعني هيك بدون سبب بيقرر ينام برات البيت بدون ما يقول مع مين وليش. برافو برافو برافو. ايه الهام، اللي مثلنا هذا العالم مو له. هذا العالم بالدنيا اظافر وحوش مو بشر. العمى شو طلعت اجدب انا، وكنت مفكر حالي فهيمه. شو بدك، بستاهل. طول عمري وانا عم صدق، مو هي بس، لو عليها هي كنت قلت بسيطة. مو بسيطة بس منقول قصة شخصية، واحدة غلطت مع واحد، مثل ما مليون واحدة غلطت مع مليون واحد.
ومثل ما مليون واحد غلط مع مليون واحد عم فكر فيه هو أكثر منها. قال مناضل، شاعر ثوري، صحفي تقدمي، طول عمري عم صدق كل واحد بيقول أنا بحب الوطن، طول عمري بحط الشخص على راسي وبين عيوني، إذا بيحكي بالفلسطين بالقضية وعد مثلها. عم صدق الصديق صديق، والأم أم، والزوجة زوج. لك تفوق تفوق علي أنا مو على حدا غيري، تفوق علي. سلامتك من تفوق، تفوق عليهم هني العمى. الواحد ما بيقدر يكون نظيف نقي. لا، لأني ساذج وحمار بعيد عنك. طول بالك حبيبي، بتكون خناقة وبتمضى، يعني مو معقول أبوك يعمل هيك بدون ما يخبره. مصر يا إلهام مصر، وأبي لما يصر على شيء خلص ما بقى يتراجع عنه. طول بالك. طيب هي مبين عليها شيء؟ يعني عادي، يعني ما أنا متوقع أنه يجيها هيك قرار. أكيد في لغز بالموضوع، يعني مو معقول يصير هيك شيء فجأة. أي لغز وأي قصة وأي ليلة. طول بالك حبيبي، خلينا نستنى لبكرة ونشوف شو بده يصير. يا الله شو كنت مبسوط اليوم. طول بالك حبيبي، روح. وين بدك تروح لكان؟ والله ما بعرف. كنت بقول لك تفضل لعندي، أو كنت بقول لك رح مر عليك بكرة لأطمئن عليك، بس خليها هيك أحسن. أنت غريب وأنا غريب، التقينا هيك بلحظة بالصدفة وسندنا بعض شوي. مين بيعرف بجوز نرجع نلتقي؟ بجوز. طيب لحظة لحظة، شو طيب؟ معتاز مصاري شي؟ لا لا معي. لك شو اللي معك؟ كل اللي معك ما بيكفوا لليلة، وانت ما رح تنقضي معك على هالليلة. هلا انت شو خصاك؟ خصني مسيك. لا 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 والله ما بيرجعوا. طيب كيف بدي ارجع لك اياهم؟ اخي ما بدي ترجع لي اياهم، ما بيلزموني. انا بكره أو بعد بكرة رح موت. شو هالحكي اللي عم تحكي؟ مثل ما عم قل لك، رح موت مثل ما بموتوا كل هالناس. بعيد الشر عنا. بعيد الشر عني؟ هلا كل شيء حكيناه ولسه بتقول لي بعيد الشر عني؟ سلامات. مرحبا حبيبي. لك يا هلا، شو طمنيني كيف صارت؟ لا الحمد لله أحسن. يعني بكرة ما رح شوفك؟ والله ما بعرف حبيبي، يعني أنا شغلة الحرارة بتخوفني كتير. هلا هي صحيح عم تتحسن، بس يعني بدها يومين على بين ما شوي يخف الالتهاب. لا بسيطة، سلامتها إن شاء الله. الله يسلمك. أي شو بدك تخبريني كمان؟ ما في شي مهم غير قصة فادي. مو مشكلة. ما هلا هو فادي ما كتير مشكلة، بس شو بعرفني، بتصير مع الواحد قصص بتخليه يفكر أكتر. إنه لو كان غير فادي شو؟ هلا هو أكيد ما عنده مشكلة بقصة تليفونات ورفقات وهيك شيء، بس تعي يسمع بقصة زواج أكيد رح يكون واحد تاني. كنت تقولي غير هيك؟ هلا هو أكيد رد فعله رح تختلف عن البقية، بس كمان مو انه رح يكون مرحب وموافق. ماما يا ماما. ليك حبيبي ليليان عم تنادي لي، هلا بشوف شو بده واذا صح لي برجع بحاكيك. طيب حنان خلص، سلامتها سلامتها. اي ماشي، الله يسلمك، يلا باي باي.
تعملي هلا؟ ما بعرف، بدي روح لعنده، خلص بدي اخلص. وقلتك رح يقول لك عن مبلغ هيك فورا؟ شو بيعرفني؟ وإذا شو؟ لا لا ما في شيء، ما في شيء. لا في شيء بدك تحكي؟ سمعتها مو أكيد إنه شو؟ خلص خلص امشي ما في شيء. لا بدك تحكي شوفي. لا ما في شيء. ليش بابا؟ مشان الله قل لي ليش؟ ما رح أقدر يا حبيبي، ما بصير هالحكي. أنت بتعرف إنه فكري ممكن يروح شمالي مين؟ امبارح بالذات شو صاير؟ مو ضروري امبارح. طيب وما هيك أنت لأول امبارح عم تحلف بحياتك وتقلي أمك طيبة وقلبها طيب من هذا الحكي، شو صار امبارح بالذات لغير كل هالشيء؟ حبيبي شو ما صار فهو بيني وبينك. يعني أنا مالي علاقة يعني؟ لا حبيبي، بس مو قدران احكي. حبيبي احكي، بلكي بترتاح. في شيء واحد يريحني، الموت. بعيد الشر عن قلبك حبيبي. بابا انت كل ما تتخانقوا انا بقول انه الحق معك، وهلا وقبل ما اعرف شو القصه والله بعرف انه الحق معك، بس احكي لي لازم اعرف. طب هلا اذا بروح وبقول لك انه بابا رح يبعث لك ورقه الطلاق ما رح تسال ليش؟ كل العالم اللي بتعرفنا ما رح تسال ليش صار هذا الشيء بعد كل هالعمر؟ شو بدي اقول لهم؟ قول ابي جن، قول عم يتخانق وما عم يقدر يتفاهم، قول حابب وحده ثانيه، قول اي شيء. يعني ردينا تحمل حالك مسؤولية كل شي صار قدام كل العالم اللي بهالحالة رح يعتبروك ظالم ومستهتر ومو راضي عن تحكي؟ معناته قديش خطيرة القصة؟ بابا حبيبي انت بتعرف وين ممكن ذهني يروح من وراء اسرارك على الصمت؟ احكي لي بابا، لا تخليني انا كمان اقول انك ظالم ومستهتر بعشة عمر. بابا امبارح قبل ما اطلع على القهوة اتخانقنا انا وامك خناقة كبيرة وكبرنا بالحكي، ما عم بقدر، عقلها ما عم يتوقع على عقلي. مشكلتك ما بتعرف تكذب بابا، انا امبارح بالبيت قلقان عليك، سالت اذا كنتوا متخانقين قالت لي لا. بجوز ما بدها تشغل لك بالك. خلص بابا خلص. بابا رح قلك بس من هون بالله. اهلا وسهلا. اهلين يا بنتي. اهلين دكتور، شكرا انك استقبلتني. ولو يا بنتي، هذا واجبنا نحن بخدمة طلابنا وبالأخص طالباتنا الحلوات. شكرا دكتور، الحقيقة ما بعرف كيف بدي بلش. ليش متلبكة؟ ابتدي من مطرح ما بترتاحي ولا يهمك. دكتور مشان مادة الفلسفة الأندلسية. عفوا لو سمحتي. خير دكتور. معك موبايل؟ اي معي، تفضل. ممكن تسكرين؟ أنا أسفة إني ما سكرته قبل ما أدخل. لا لا ولا يهمك، ما في مشكلة. ظريف لونه موبايلك، بس قديم شوي ما هيك؟ ايه شو المشكلة؟ شو؟ هلا في حزن هون ما في شي بالعالم بيطفي، ما كان لازم لك، ما كان لازم تضغط علي. ليش أصريت؟ ليش؟ لك أنت كان يضل مخدوع إلا ماما وتعامل معها بشكل طبيعي؟ لازم التعامل معها بشكل طبيعي. هي أذتني إلي يا بابا، كمان أذتني لإلي، وأنا اللي بأذيك بأذي حبيبي أنت. بس هي أذتني إلي وأنا رح طلقها، عند هالنقطة بيكون الموضوع انتهى. هي مرتي بقدر غيرها، بس هي رح تضل أمك لآخر العمر. بعرف الموضوع صعب. إلها ليش فصلت لك حبيبي؟ هي بتعرف شو صار امبارح وشو حكينا؟ اي بابا، هي الوحيدة اللي بتعرف الموضوع.
اتصل فيها طمنها، بيكون بالها مشغول علينا. مو مشكلة بابا، برجع بحكيها. المهم هلا رح روح على البيت، ولا انه ورق طلاقك رح توصلك عن قريب، وضب اغراضي واجي لنشوف شو بدنا نعمل. تضب اغراضها؟ مستحيل اقدر اعيش معها. بس لا تقول انك بتعرف. اعوذ بالله، اول شغله رح اعملها انه الا انه انا بعرف. لا والله لا، ما تخليها تحط عينها بعينك وهي عارفانه انك بتعرف. هذا عذاب اصعب من القتل. خلصنا بابا، بكفي طيبه ومثاليه بقى. ما لها علاقه بالمثاليه هذه. انا مو مشانها هي، من شانك انت، انت وبس. انت اغلى شخص عندي بهالدنيا. ما بدي اياك تعيش وفي بحياتك وبذاكرتك مثل هيك موقف. الموقف اللي انا فيه هلا بابا ممكن انساه؟ معلش حبيبي، معلش. اذا قلي معزي عندك اعمل حالك ما بتعرف ولا تقلها شيء ابدا. انا رح اتصرف، رح اتصل فيها واقول لك كل شيء. خلص حكايتنا انتهت وما بقى قدامنا الا الطلاق. هاي مو مشكلتك، هاي مشكلتي انا. العمى تاريس فيلسوف، عشان هيك طفالي موبايلي. العمى بقلبه بده ياخذك على البيت. يا ريت على بيته. قال شو الدكتوره سوسن ضد مبدا الدروس الخصوصيه، يعني ما بده يقبل، بده ياخذ على الجهتين. هيك قال لك بصراحه؟ يعني شو معناتها؟ يعني مو ببيته ولحالنا وبده يعطيني اسئله الفحص. شو رح تعمل هلا؟ بدي روح. لك مجنونه بدك تروحي؟ ايه الهام؟ ايه وضح؟ ليش عم تفصلني؟ مو طالع معي الحكي. سلامة قلبك. شو خلص؟ مصر؟ ايه مصر، ولازم يكون مصر. ليش لازم؟ طيب اسمع، انت وين؟ لازم شوفك هلا. حبيبتي وحياة الله كرهان حالي وكرهان الدنيا. بس اكيد ما رح تكرهني. ما أنا ما فيني أشوفك متضايق وأقعد أتفرج عليك. لا لازم أشوفك هلا. ماني قدران أقعد بمكان عام، ما بعرف، يمكن عييت يمكن أبكي. يا لطيف شو جاي عبالي أبكي. طيب حبيبي وين ما بدك، وين ما بدك بشوفك، قلي وين لاقيك. إيه ماشي ماشي ماشي، الله معك. أهلا وسهلا. سمعات جديدة هاي والله. النومي برات البيت. أنا بعتذر عن جد، غلطة كبيرة. معقولة لكان حدا بيعمل هيك؟ وين كنت؟ مو مهم، المهم موبايلك عم يطلع لي مشغول. شو كنت عم تحكي مع لبيب؟ شو مين قلت؟ قلت لبيب جارنا بالحارة. مين جارنا؟ لا بس موبايلك عم يطلع مشغول، لسه عمال حاتي تشتاقي. لسه امبارح قضيت وقت حلو سوا. عن شو عم تحكي انت؟ اللي بدي احكيه هو جملة واحدة، انت طالق. طالق بعد شوي رح يجي وضاح ويجيب لي اغراضي، والبيت خلي لك يا تتهني فيه. انا وضاح رح ندبر نقرني تاني، ما حدا رح يعرف شي. ما بيصيرني اعرض فشلي قدام الناس، وما بدي خلي وضاح
يواجه ناس بيعرفوا هاي الحقيقة. الموضوع لحد هون وانتهى، ومين ما سأل وقدام كل الناس. ما عم نقدر نتفاهم، وهذا اللي وصلنا للطلب. يا موفق، مشان الله تسمعني. ما بدي اسمع منك ولا كلمة. انت بدك تسمعي هالكلمتين. يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم. نقطة، انتهى. بابا ما بده حدا تاني يعني. بس انتي مو حدا، انتي انا. روح حبيبي، روح. انسى كل شيء، لا تفكر بشيء. انسى سلامتك حبيبي، سلامتك. ما في شيء بالعالم ممكن خليني ارتاح. رح موت، قسما بالله حاسس حالي رح موت. بعيد الشر عنا. لمين بدك تتركني انا؟ انا ما في بلاك. هلا معقول مالك عم ترتاح معي؟ معقول ما في شيء يريحك ولا حتى انا؟ شوف انا. معلش حبيبتي، معلش تقبريني، هذا اللي بيخليكي تتحسني. طب ماما الله يخليكي، بلا الدواء والله تموت. أيوة أيوة. ما بصير مامي، هذا انتي بايوتك ولازم تكمليه لاخر نقطه بالقنينه. ابوكي خدي ماما. ألو، أهلين بابا، منيحة؟ صوتي؟ لا ما في شي، بس مردانة شوي. إيه أخذتني على الدكتور، وصف لي أدوية. إيه طبعاً عم أخذهم. طب يا بابا ما بحب روح لعندهم. يعني تخيلني رايحة لعند ناس ومقضية نهار عندهم، لك وكمان نايمة. وانا ما بعرفهم ولا متعود عليهم. والله ما دخلها ماما. هلا ما عاد صدقت كلامي؟ طيب ماشي، تفضل. الو، انا يا خليل. لا منيحه خليل، انا ما فيني اجبر عليك. سالتها وقالت لك ما جعبالها، وانت عرفت ليش ما. ايه لا مو صح، لا والله اسفة. خلص ما عم تقول انت جاي؟ ايه خلص، بس تجي بتبقى بتاخذها. اهلين اهلين. ماشي، يا عيون طنط انت. اهلا وسهلا. تفضلي خليل اليوم. لا ان شاء الله نقول احسن اليوم ان شاء الله. طيب يا ماما كيف بدي اروح؟ خلص ماما تقبريني حبيبتي، ما بيصير الا اللي بدك اياه. ايه يلا انا حشوف طنط مدلين. يلا انت نامي شوي، تسبحي تسبحي، ابرني الوجه خيلك. وهيك عطينا الله وكيلك. الله يحميك، الله يحميك، ما تخافي عليك ان شاء الله. بونسواري. بونسواري حبيبتي. اهلا وسهلا حبيبتي، طمنيني كيف صارت؟ لا تمام الحمد لله احسن. نايمه؟ لا مو نايمه، امشي لعندك بقدر اشوفها. يلا لساوي لكم قهوه. اوكي بونسواري.
بونسوار طيب. كيف العسل؟ منيحة ماشي. كيف صرت اليوم؟ منيحة. لا منيحة كثير، بس انتي عم تزعبري، بدك امك تجيب لك شي هدية. لا تسلم لي، بتجيب لي كل شي بدي اياه بدون زعبرة. دخيل هالحكيات، انا دخيل هالحكيات. شلون هالباروكة عجبتك؟ هي بتاخذ لعقلي. اهلا وسهلا، تفضل تفضل يا شباب. نورتي شرفي. يا اهلا وسهلا، من زمان عم انتظر هالزياره. هيك افضل الك والي، ما هيك؟ قلتي لي شو اسمك؟ كينتا. اسمك حلو كتير يا كينتا، بس كأنك تأخرتي، ما هيك؟ عفوا دكتور، عم انتظرك من زمان. هيك؟ ما بدنا نحكي بالتفاصيل. تفاصيل بعدين، بعدين نحكي فيها. طيب خلينا نشرب شي. تشربي؟ بهيك مواقف ما عندي مشكلة. ولك تكرم عينك. لحظة، يجي الخير. وانت كمان تاركني ومختفي، ليش موبايلك مسكر كل النهار؟ خالص شحنه. خالص شحنه؟ شفت ابوك ما هيك؟ ايه شفته. وعجبك اللي بده يعمله؟ مو حرام عليه؟ بعد العمر والعشره هيك فرمان انه طالع؟ بده يهد البيت ويشتت العيله؟ يا ستي تأخري، وين المشكلة؟ بيطلع لي اللي مثلك يا أنسة بيستناها الواحد وهو مبسوط وممنون كمان. شو أخباري؟ هون أحسن ناخد راحتنا بالحديث أكتر. فادي شوفي شغلت لي بالي، في شي جديد مع لور؟ ما دايما في شي جديد مع لور، قصص لور بتخلص بس مو هاد موضوعنا. لكن شو؟ حنان أنا سألتك سؤال ما جاوبتيني عليه، قلتلك إنه جلال في بالعادة يتصل فيكي بهاد الوقت، قلتي لي مرة وبس، بقى شو الموضوع؟ أنا ما فهمت شو الغريب بالقصة. قبل ما أتجوز أنا وقبل ما تتجوزي أنت كنا نحكي كل شي لبعض. مزبوط. كمان أنا قبل ما أتجوز كانت تجيني تليفونات كتير من رفقات الشباب بالجامعة، كنت أنت ترد عليهم بوقت مبكر ولا بوقت متأخر عادي. كمان كنا نطلع أنا ورفقاتي الشباب والبنات، نروح نحضر شي فيلم سينما، نقعد بكافيه بشي مطعم، كمان وقتها ما كان في مشكلة. بس أنا هلأ صرت عم حز لأني صرت مطلقة، صار لازم أقدم تقرير مفصل لكل نفس بتنفسه، لكل شي بعمله بحياتي، كأنه مو من حقي إنه يكون عندي شي خاص بس لأني مطلقة. Thank you.
بابا كرمالي روق. مو لشوفك انت رايق بالاول؟ هون بدنا نقعد؟ ايه بابا بس فترة لبين ما ندبر حالنا. انا حكيت مع رفيقي واستأذنته وقال لي البيت كله على حسابك. يقلى منا كل فترة سفر وانا عم دير بالي على البيت. بابا شو رايك نفوت ننام؟ صلنا يومين ما نمنا ولا ثاني. يلا يلا الو. لك وينك انت؟ ليش ما عم ترد؟ ليش شو في؟ اسمع جوزي عرف بعلاقتنا وطلقني. شلون؟ مثل ما سمعت. شو عرف ما عرف؟ شو عم تخبصي انت؟ عم اقول لك عرف وطلقني. شلون؟ والله ما بعرف شلون. انا رح جن رح جن. يعني معقوله معقوله امبارح كان عم يستناني وشافني؟ طيب طيب اصلا كيف شك؟ معقول انت حكي قدام حدا؟ انا حتى لخالي ما قلت. شوفي انت مع مين مخبصة بالحكي؟ مالي فاتحة تمي ولا بكلمة. هو مفتكر خالي لبيب يعني؟ ولا عم يحكي عن شي خبصة تانية؟ نعم؟ هلأ هيك فكرتك عني؟ انه انا عاملة علاقات هون وهون؟ والله مو عارفان شو بدي اقول، بس لا تحطيها بظهري. انت مسؤولة عن تصرفك، وبعدين يمكن تكوني عاملة علاقة مع غيري. يعني انت مانك مسؤول؟ لا عم ما احقرك. انت اجيتي برضاكي وعرفاني لوين جاي ولا شو. كلب كلب وحقير. سكري لي على الموضوع والاحسن لا بقى تتصلي. تفضل بابا. يسلم والدي. ايديك. بابا انا فكرت منيح، رح ادين شوية مصاري لانه اذا بدنا نستأجر بيت لازم ندفع لقدام. اي بس خليني انا تابع الموضوع. أنا بشوف من مين بدنا نتدين. طيب رفيقك صاحب البيت رح يرجع عن قريب؟ والله يا بابا ما سألته، أنا قلت له بس نقعد كم يوم هون. طيب علاقتك فيه منيحة؟ تسمح يعني؟ أي بابا هو كتير رفيقي
وما في حرج بيناتنا ابدا. طب ليش ما بتفكر نضل هون؟ والله يا حبيبي انا فكرت بس خفت انه اذا قلت له بدنا نبقى هون يقول لي عدو ما ياخذ اجره. جرب وفهم انه بالاول اذا لازمه البيت، اذا لا بتاكد عليه انه اذا ما اخذ اجار ما رح نقدر نضل بالبيت. يخرب بيتك، شلون اجتك قوة هالاحصاد؟ اسكتي، ما عرفت كيف هربت، كانوا رجلي عم يقصفوا من تحتي. بلكي ما صدقوكي وقالوا انك رايحة لعنده برجليكي. اولا اللي بتروح بخاطرها ومزاجها ما بتصور حالها، ثانيا كل شيء واضح حتى وقت اللي هربت. وهلا شو بدك تعملي؟ اول شيء عند الدكتورة سوسن، في حكي بيني وبينها. وبعدين؟ بعدين ما بيكون اسمي كيندا اذا بخليه بهذا القسم، لا مو بس بالقسم، اذا بخليه بجامعة من جامعات سوريا.